نتكلم اليوم ورشة عمل بسيطة عن فوائد أنظمة الفوترة الإلكترونية للشركات وإيش الفوائد المرجوة منها اللي راح تفيد الشركات أو المنشآت. طبعا بس راح نعطيكم في البداية انترودكشن بسيط عن منصة إيصال والمدفوعات السعودية والمؤسسة. طبعا المحاور اللي راح نتكلم فيها راح ناخذ مقدمة بسيطة عن المدفوعات السعودية، وراح ناخذ التحديات الحالية في الفوترة في قطاع الشركات بين الشركات، راح نتكلم بالتفصيل عن منصة فواتير الأعمال اللي هي منصة إيصال، وفي الأخير راح نشوف أبرز الممارسات العالمية من ناحية الفوترة الإلكترونية لقطاع الأعمال أو قطاع الشركات. طبعا ناخذ مقدمة عن المدفوعات السعودية. المدفوعات السعودية هي كيان أنشئ السنة هذه، مملوك 100% لمؤسسة النقد العربي السعودي. الكيان هذا مشغل لنظم المدفوعات الموجودة في السعودية. طبعا نظم المدفوعات الموجودة بعضها موجودة من سنوات قديمة وبعضها نظم جديدة. طبعا تقسيم المدفوعات عندنا في المدفوعات السعودية مقسم إلى 3 أجزاء. عندنا قطاع التجزئة، ومن العلامات الموجودة اللي هي علامة مدى. مدى نقصد فيها البطاقات البنكية اللي يتم إصدارها لجميع الحسابات البنكية السعودية، أو نقصد فيها المدفوعات اللي يتم في المحل سواء كانت عن طريق نقاط البيع أو عن طريق الجوال إذا كانت عن طريق أبل باي أو عن طريق مدى باي. عندنا الجهة الثانية اللي هي المؤسسية. المنتجات اللي موجودة اللي هي إيصال، وإيصال هو نظام فوترة إلكترونية للشركات وراح نتطرق عليه بالتفصيل. عندنا نظام سداد، هو نظام الفوترة الإلكترونية اللي موجود في المملكة من عام 2004، ويهدف إلى الفواتير المتكررة اللي تصدرها الجهات الحكومية أو جهات الاتصالات أو شركات المزودين للخدمات، اللي تكون غالباً للأفراد متكررة بشكل شهري. وفي عندنا نظام سريع، وهو نظام الحوالات بين البنوك أو المقاصات اللي تكون آلية بين البنوك. وعندنا النظام القادم إن شاء الله اللي راح يطلق السنة الجاية، اللي هو نظام الحوالات، نظام المدفوعات الفورية، ونظام راح يكون شغال 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع للحوالات بين البنوك. في عندنا القطاع الرقمي، في عندنا منتجين، منتج يعتمد على المحافظ الإلكترونية اللي هو حسابات سداد، والمنتج الثاني اللي هو يعتمد على بطاقات مدى اللي هي البطاقات اللي تقدر تشتري فيها عن طريق الأونلاين. طبعا ندخل الحين في موضوع الفوترة الإلكترونية. الفوترة الإلكترونية اللي موجودة اليوم تنقسم إلى جزئيتين، جزئية الفوترة وجزئية الدفع الموجودة لهذه الفوترة اليوم. فمن الدراسة اللي شفناها وسويناها في السوق فيما يتعلق في المنشآت والفواتير اللي تكون بين المنشآت، من المشاكل اللي يواجهونها من ناحية إرسال الفواتير هي التكاليف المربوطة بإرسال هذه الفواتير، سواء كانت عن طريق مناديب يوصلون الفواتير هذه بشكل عن طريق السيارات، أو كانوا يستخدمون شركات الشحن اللوجستي عشان يوصلون الفواتير هذه. هذه من جزئية إرسال الفواتير. عندنا الجزئية الثانية اللي هي جزئية دفع الفواتير. طبعا في البنية التحتية في نظام المدفوعات في السعودية، العمليات اللي تتم بين الشركات إلى شركات غالبا تكون يا حوالة بنكية أو كاش أو شيك. كل واحدة لها عيوبها. الكاش مكلف، في شركات تضطر أنها تأخذ الكاش هذا بشكل يومي ويروح للبنك ويودع الكاش هذا عشان يقدر يتصرف الفلوس هذه وتكون عنده رؤية كاملة للفلوس هذه. ففي تكاليف مربوطة في هذا الكاش، مسألة المندوب اللي يروح كل يوم للبنك، الوقت اللي قاعد يضيع هذه غير محسوبة. نروح للجهة الثانية اللي هي الحوالات البنكية. الحوالات البنكية في ليميتيشنز معينة أو في محدودية معينة، بحيث أنك مضطر أنك تحول في أوقات العمل من 9 إلى 4 عشان توصل بنفس اليوم. المشكلة الثانية اللي موجودة هي المطابقة المالية. أحيانا توصل لك حوالات مالية بناء على عدد 10 فواتير رفعتها أو 20 فاتورة، ولكن أنك تطابق هذه المبالغ اللي جاتك مع الفواتير الموجودة، كثير شركات واجهوا صعوبة منها. ندخل بالتفصيل إلى منصة إيصال وإيش هي منصة إيصال. منصة إيصال هي منصة إلكترونية للفوترة. إحنا نتعامل بشكل مباشر مع المورد، فنربط ربط تقني مع المورد. إذا كان المورد عنده نظام تخطيط مواردي أو ERP system، نقدر نربط ربط كامل مع النظام بحيث أنه يصدر الفواتير إلكترونية من النظام. تبدأ دورة حياة الفاتورة من المورد بحيث أنه يصدر لي معلومات فاتورة كاملة، يقول لي الفاتورة هذه فيها عدة line items أو محتويات للفاتورة، ويحط لي معلومات المشتري اللي راح يستلم هذه الفاتورة. أنا بدوري كمنصة إيصال أخذ الفاتورة هذه، أسوي بس تحققات معينة على الخانات المطلوبة في الفاتورة، لأن الفواتير عندنا مطابقة للفواتير، للمواصفات الفواتير اللي طلعتها الهيئة العامة لزكاة الدخل، فالفواتير لازم تكون فيها المعلومات هذه كاملة. أنا سوي التحقق هذا من ناحيتي وتأكد أن الفواتير هذه كاملة، وأشعر المشتري بالفاتورة هذه. طبعا المشتري في إيصال ممكن يكون نوعين، ممكن
صحيح، نتطرق لها في السلايد اللي بعد. المشتري عندنا طبعا نوعين، نوع مسجل في الخدمة ونوع غير مسجل في الخدمة. كل الاثنين راح يقدرون يعملون لك الدفعة هذه، ولكن الطريقة اللي يمشون فيها تكون مختلفة. راح ناخذ سيناريو المشتري المسجل في الخدمة ونمشي فيه، ونرجع للسيناريو الغير مسجل. طبعا المشتري المسجل في الخدمة راح توصل الفاتورة عن طريق الايميل وعن طريق رسالة في الجوال، وراح توصل للمنصة بنفسها. يقدر يدخل للمنصة ويتفاعل مع الفاتورة بحيث انه يعمل ابروف او موافقه على الفاتوره، ويدفع لما يحين وقت الدفع حق الفاتوره. يقدر يعترض اعتراض جزئي على الفاتوره، بحكم انه في قطاعات معينه في عالم الشركات عندهم الفواتير يكون فيها 300 400 صنف، ولكن في اعتراضات جزئيه تكون على صنف واحد بس. يعني الفاتوره الكامله ما عنده اي اعتراض عليها، ولكن صنف واحد هو اللي مواجه مشكله فيه، سواء كان من ناحيه السعر ولا من ناحيه عدد القطع اللي استلمتها من الصنف هذا. فوفرنا خاصيه الاعتراض الجزئي. واخر شيء يقدر يسويه المشتري المسجل اللي هو الاعتراض الكامل على الفاتوره، ممكن سواء عن طريق الغلط ارسلت فاتوره لشركه الف بدل شركه باء، فيقدر يعترض ويعطيك زي الوسيله للتواصل بين المورد والمشتري من ناحيه الفواتير. طبعا الجزئيه المهم من ناحيه المشتري المسجل انه اذا استلم 10 20 30 40 فاتوره من شركه واحده يقدر يجمعها في جروب واحد ويعمل دفعة واحدة عن طريق نظام سداد. طبعا نظام الدفع في منصة إيصال هو كله عن طريق سداد. نروح للمشتري الغير مسجل. المشتري الغير مسجل راح يوصل إيميل في معلومات الفاتورة، ويكون معها اتاتشمنت بي دي اف الفاتورة نفسها، وراح يوصل رسالة على الجوال. الرسالة تقول انه عندك الفاتورة 123 من الشركة اي بي سي، مبلغ الفاتورة 10000، وراح يعطي معها رقم سداد عشان يعمل الدفعة هذه. اذا جت جزئيه الدفعه او البيمنت راح يدخل للبنك، راح يختار نظام سداد، راح يلقى الشركه مدرجه من ضمن الشركات اللي موجوده، راح يعمل لها الدفعه. طبعا اول ما تتم الدفعه هذه احنا يتم اشعار المورد بلحظتها انه العميل الف دفع الفاتوره رقم 123 بمبلغ 10000، فراح يجي اشعار فوري. يقدر العميل بناء عليه، المورد بناء عليه، يكمل البزنس حقه بشكل عادي. طبعا هذه بعض الخصائص اللي يمكن تطرقنا اليها اللي توفرها منصه ايصال. طبعا عندنا عده انواع من الفواتير، بحكم انه عالم الاعمال مختلف عن عالم الافراد، فانواع الفواتير اللي يحتاجونها تكون احيانا مختلفه. فعندنا الفاتوره العاديه اللي هي الفاتوره يتم ارسالها ويتم دفعها بناء عليها. عندنا فاتوره اوليه او بما يسمى بالبرفورما انفويس، وهي فاتوره اوليه تكون محدده المده، سواء يوم يومين ثلاثه، بحيث انه اذا اعطيتك عرض على شيء ما دفعت خلال الثلاث ايام هذه ممكن يتغير السعر حق العرض هذا. وفي عندنا طبعا الكريدت نوت والديبت نوت اللي هي مذكره خصم ومذكرات ائتمان، بحيث تقدر تسوي ادجستمنت للاماونت او للمبلغ لو صار في فروقات من ناحيه اعتراض جزئي، او عندك عميل حاب تسوي له زي الديسكاونت بحكم العلاقه اللي بينكم، تقدر ترفع له كريدت نوت. طبعا من الاشياء الموجوده اللي تطرقنا اليها يمكن الربط العام مع الهيئه، الربط مع الهيئه العامه للزكاه والدخل، بحيث انه الهيئه اذا صار في مراجعه للفواتير بدل ما يطلبونها منك بشكل يدوي، بدل ما ترسلها لهم عن طريق الايميل او تطبعها بي دي اف وتسوي لها سكان وترسلها، هم راح يكون عندهم اكسس معين على المنصه، بحيث انه يدخل يشوف الفواتير حقت المورد هذه ويقدر يراجعها اذا كان في مراجعه. طبعا من الاشياء اللي لاحظناها من الشركات اللي تعاملنا معها اللي هي خفض التكاليف. خفض التكاليف تختلف على حسب نوع نشاط الشركه. في شركات كانت مشكلتهم في تكاليف الورق، بحيث انه كان عندهم مستودعات كامله ينحط فيها الورق، والمستودعات لها ايجار ولها تكاليف معينه عشان تحافظ على الورق هذا لمده 10 سنين، بحكم بالقوانين طالع انه لازم تحافظ على الفواتير لمده 10 سنين. فهذه من الاشياء اللي كثير لاحظناها في الشركات، انه التكاليف سواء كانت تكاليف الورق او الجزئيه الثانيه من الشركات يكون عندهم مشاكل في المطابقه الماليه، بحيث انه عنده تيم من 6-7 موظفين شغلتهم بس يطابق الفلوس هذه جت من مين. اللي توفره منصة إيصال هي مطابقة كاملة، بحيث أنه إلكترونية كاملة، بحيث أنه الفاتورة أنا أشعرك على مستوى الفاتورة مو على مستوى العميل اللي دفع، فالإشعارات تكون على مستوى الفاتورة، بحيث تقدر المطابقة المالية تكون بشكل آلي، بحيث الإشعارات اللي أشعرك إياها أقدر أرسلها لك في النظام، وآليا يقدر يتسكر النظام، يسكر الفاتورة عندك ويسوي لها مارك أز كلوزد أو مارك أز بيد.
طبعا نروح لطرق الربط اللي تربط مع منصه ايصال. عندنا ثلاث طرق للربط، طريقتين تكون سيستم تو سيستم او تكون من النظام الى النظام، وهي عن طريق الاي بي اي او عن طريق الاس اف تي بي، هذه تكون عن طريق النظام. بالنسبه للمنشات المتوسطه والصغيره او المنشات الكبيره اللي ما عندها نظام جاهز قاعده تبني نظام حاليا، في عندنا خاصيه رفع الفواتير عن طريق المنصه، بحيث انك تدخل للمنصه في خانات معينه تعبيها، ترفع الفواتير هذه بمعلوماتها عن طريق النظام عن طريق المنصه، وتلقائيا راح يتم ارسال رقم سداد لها. هذا بالنسبه للشركات الصغيره. طبعا الاشعارات او تبادل البيانات اللي يكون بين الشركات اللي هو الفواتير الجديدة وإشعارات الدفع سواء كانت جزئية أو كاملة، وآخر جزئية اللي تهمنا اللي هي تحديث الفاتورة، لأنه إذا أرسلت فاتورة عن طريق إيصال ولكن المشتري قرر يدفع لك عن طريق حوالة بنكية أو شيك أو أي من الطرق الدفع الموجودة الحالية، إحنا نحتاج نعدلها من ناحيتنا، فنحتاج هذه المعلومات من المورد. طبعا الـ API Integration يسمح بالربط مع بلاتفورمز ثانية، فإذا كان في أي بلاتفورم موجودة تستخدم الفوترة نقدر نربط معها ونقدر نكون الباك انجن حق الفوترة. طبعا نروح لأبرز الممارسات العالمية من ناحية الفوترة الإلكترونية. احنا عندنا في مثال على 4 دول كلها تستخدم الفوترة الإلكترونية لعدة أهداف مختلفة. عندنا أول مثال فنلندا. فنلندا تستخدم الفوترة الإلكترونية وكان هدفهم الأساسي من استخدام الفوترة الإلكترونية تعزيز الرقمنة والأتمتة، فهم كانوا يبغون يوصلون إلى هدف أنه كل شيء يتم بطريقة إلكترونية بدون تدخل أشخاص في من هذه الناحية. ففي فنلندا 90% من الفواتير اللي ترفعها الشركات للحكومة هي فواتير إلكترونية، وصلوا إلى نسبة جدا عالية بحيث أنه 25% من هذه 90% الفواتير المرفوعة يتم معالجتها بشكل آلي بدون تدخل أحد. نروح للمثال الثاني اللي هو إيطاليا. إيطاليا استخدمت الفوترة الإلكترونية لرفع مستوى الحوكمة. فإيطاليا بدأت في عام 2014 لأنه كان عندهم فجوة ضريبية، فقررت تستخدم الفوترة الإلكترونية وتلزمها لسد الفجوة الضريبية هذه اللي موجودة عندهم في السوق. بعدين في عام 2019 قرروا أنها تصير إلزامية على جميع الشركات. طبعاً اللي تبيع بمبيعات معينة اللي هي 40 مليون يورو فوق إلزامي أنه يستخدم الفوترة الإلكترونية. نروح للبرازيل. البرازيل هي أقرب مثال للسعودية. استخدموا الفوترة الإلكترونية بهدف تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية. راح نتطرق في السلايد اللي بعد للبرازيل بشكل تفصيلي أكثر. طبعاً في البرازيل المورد ما يقدر يشحن البضاعة إلا لما يكون في فاتورة إلكترونية ويكون موافق عليها من قبل المشتري. فما تبدأ عملية الشحن إلا بالموافقة من المشتري بعدها تتم عملية الشحن. عندنا آخر مثال اللي هو المكسيك. المكسيك نفس قريبة من إيطاليا اللي هي تقليل تسرب الإيرادات الضريبية. فالمكسيك طبقت الفوترة الإلكترونية ووصلت إلى نسبة تحصيل الضريبة القيمة المضافة إلى 34% إضافية للنسبة اللي كانوا يحصلونها قبل بدون ما يزيدون نسبة الضريبة، بدون ما يزيدون أي شيء، مجرد أنها صار في حوكمة ورؤية على الفواتير كلها اللي تتم في البلد، فارتفعت النسبة بالشكل هذا. ناخذ البرازيل لأنها هي أقرب مثال للمملكة، ولكن الجزئية اللي تفرق بين المملكة العربية السعودية والبرازيل أنه المملكة العربية السعودية منصة الفواتير الإلكترونية اللي موجودة اليوم اللي هي إيصال مربوطة بنظام دفع. في الأمثلة السابقة الأربع دول كلها منصات للفوترة الإلكترونية تم إنشائها بهدف المراقبة الضريبية فقط بدون أي مزايا إضافية للشركات. فالطريقة اللي سوينا فيها السيت اب في الماركت السعودي مختلف، بحيث انه سامة البنك المركزي اسس البلاتفورم هذه اللي هي ايصال بالتعاون مع الهيئة العامة لزكاة الدخل عشان ناخذ الخانات الزمية. فزي ما تقول اقرب طريقة لانه يصير في ادد فيتشر للشركات. طبعا ناخذ البرازيل. البرازيل بشكل شهري يتم معالجة 200 مليون فاتورة الكترونية، وعدد اللي يرفعون الفواتير هذه تقريبا 1.5 مليون منشأة بمعدل 133 فاتورة للمنشأة. هذه المثال البرازيل. إلى اليوم طبعاً من وقت ما بدأوا في نظام الفاتورة الإلكترونية أصدروا ما يقارب 19 مليار فاتورة إلكترونية عن طريق الأنظمة حقتهم. طبعاً متى بدأوا؟ بدأوا في عام 2009، يعني قبل 10 سنين. اختاروا سيكتر معين أو قطاع معين اللي هو قطاع النقل، وقرروا يسوون فيه زي التجربة، يشوفون هل هي ناجحة، هل هي تستحق أن نعممها على جميع القطاعات ولا لا.
طبعا في 2009 كانت تجربة جدا ناجحة، فالبرازيل قررت عام 2010 أنها تعممها على جميع القطاعات وأصبحت إلزامية من عام 2010 لجميع المنشآت اللي ترسل الفواتير. طبعا بدأت طريقة الإلزام في الفواتير هذه كانت في البداية بين المنشآت اللي ترسل الفواتير للحكومة، بعد فترة ألزموا حتى المنشآت فيما بينها تتم عن طريق الفواتير الإلكترونية. طيب في أسئلة، في أي استفسارات؟ سمت تفضل. والله لليوم هي ما هي إلزامية، هي اختيارية للشركات، وإذا حاب تعرف أكثر في ترى احنا موجودين هناك ممكن نشرح لك، وفي البلاتفورم إذا في أحد يبغى يشوف المنصة موجودة في جناح إيصال أول ما تدخل من الباب على اليسار. هي الأسعار بناء على العمليات، ممكن نشرح لك إياها لو تشرفنا إن شاء الله. تفضل. أي ما أسمعك والله. سلام. لو المشتري هو مسجل معي في نظام أي. سلام أو ما عنده نظام سلام، من المشتري نصفه عند الشركات المنشآت الصغيرة والناس. حلو. فحاليا لما يشتري مني فاتورة، لما أنا أجي أرفع على نظام إيصال، هل هم يحتاجون نظام إيصال يرفعوها ونعطيهم المعلومات؟ لا، إحنا راح ناخذ منك معلومات المشتري حقك. طبعا احنا المشتري عندنا اللي نركز عليه الشركات، فالشركه اللي راح تشتري منك نحتاج معلومات بسيطه عنها، نحتاج منك الايميل حق المشتري هذا، رقم الجوال، معلومات الفاتوره التفصيليه. بعد ما تعطينا هذه المعلومات يتم معالجتها في النظام ويتم ارسال الفاتوره للمشتري. المشتري راح يدخل كانه يدفع فاتوره الكهرب، فاتوره الاس تي سي، فاتوره موبايلي، فاتوره اي فاتوره عاديه في نظام سداد، راح يلقى اسم شركتكم مدرج من ضمن الشركات وراح يدفع الدفعه هذه بناء عليها. تفضل. مو خاص بين المنشآت والحكومة ولا؟ سم؟ خاص بين المنشآت. خاص بين المنشآت والمنشآت. القطاع الخاص والقطاع الخاص بي تو بي. طيب بالنسبة للحكومة. بالنسبة للحكومة. فواتير وزارة الصحة مثلاً. في نظام إيصال يشتغل. حاليا الإيصال التركيز حقه على الشركات اللي تفوت الشركات. لسه ما دخلنا في السكوب حق الحكومة. تفضل. احنا نقدر نربط مع الاي ار بي سيستم، احنا مكمل للاي ار بي سيستم اللي عندك، فاحنا نربط ربط عن طريق الاي بي اي او الاس اف تي بي مع الاي ار بي سيستم عندك، بحيث انه متى ما صدرت اي فاتوره انت راح توصلني، متى ما اندفعت اي فاتوره من ناحيتي انا راح ارجع لك الاشعارات للسيستم عندك، فراح يصير عندك زي ما تقول تو داتا بيس للايصال، والاي ار بي سيستم عندك راح يكونوا ماتشك. يعني انا راح بالضبط. سم والله الى الان ما في، ممكن تتاكد من الاخوان في الزكاه يفيدونك فيها اكثر. انا عندي مبلغ ثابت على العمليه تقريبا، ممكن الشباب لو تجي تمرن يشرحون لك اياها اكثر. سم ما اسمعك. هو راح يجيك اشعار بلحظتها انه هذه الفاتوره اندفعت، وراح يدخل في حسابك البنكي في يوم العمل التالي، راح اجمع كل اللي اخذته في اليوم السابق واودع لك اياه في يوم العمل التالي. ايش ابرز ميزه بينه او الفرق بين سداد وايصال؟ التركيز طبعا بالنسبه لسداد، سداد مركز على الافراد بحيث انها فاتوره متكرره بشكل شهري، ايصال مركز على الشركات، احتياج الشركات يختلف عن احتياج الافراد. بالنسبه للشركات يحتاجون فاتوره تفصيليه كامله عشان يقدر يدفع لك الدفعه، غالبا الشركات لو تروح لشركه تقول له ادفع لي عن طريق السداد مثلا مبلغ 10000 او 20000 يقول لك طيب هذه بناء على ايش؟ ففي ايصال الفرق بينه وبين نظام سداد اللي هو جزئيه الفوتره، اللي هي الجيرني او المرحله اللي قبل الدفع. فهذه هذا الفرق الرئيسي والاساسي. إذا في أي أحد عنده أسئلة أو استفسارات زايدة، إحنا موجودين، الله يحييكم، تشرفونا وتنورونا.